وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة. أخبار الطقس يستعرضها لنا في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة محمد عبد الله. إليك من جديد محمد. شكرا محمد وشكرا أميرة. إلى أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات مصر والمدن العربية والعالمية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية وشمال الصعيد، مائل للدفع على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يكون لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخرها على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 30-18، الإسكندرية 24-16، مطروح 23-18، بورسعيد 24-19، الإسماعيلية 30-18، وإلى السويس 30-17، العريش 24-17، طابة 33-19، وشرم الشيخ 36-23، والغردقة 37-24. وإلى الأقصر درجة الحرارة 39-22، أسوان 42-24، الوادي الجديد 36-19، شلاتين 35-23، وحلايب 31-20. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.